وخرناها وخرناها نزل بشويه يا نشبح فيك التحكيم نزل بشويه. حميد محمد اطرش على جواد سيمبا المجلس المرحوم عطيه العكروت. محمد حامد الكيلاني على الفرس اثار من نادي الفزان الخير. قيرشا ما شاء الله ويتجه دايران صوب الصد الثاني ينجح في الصد الثاني ما شاء الله ويتجه صوب الامتناع ودايران صوب الصد الرابع ينجح في الصد الرابع بنجاح ما شاء الله محمد الكيلاني وينجح في الصف الخامس ما شاء الله دوران حول الصف 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 السادس الصف السادس وينجح في الصف السابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه المشرف حسين علي إبراهيم بنوارة مدرب فروسية قفز الحواجز لنادي فرسان البرضبية ومدرسة المحروم عطية العكروت. واليوم بدينا في البداية الأولى للدوري التنشيطي داخل مدرسة المرحوم عطية العكروت والحمد لله رب العالمين نالت الإعجاب وجميع الجمهور الحمد لله كان حتى هو في الموعد ونشكركم على الحضور وبارك الله فيكم والحمد لله هذه الرياضة جديدة في جنوبنا الحبيب ونتمنى من الداعمين لهذه الرياضة يدعمونا أكثر وتشجيعنا أكثر الحمد لله لأن احنا بادير رانا نضربه في حصاء في جواد وفي فارس والحمد لله ماشيين على خطاها كويسة وإن شاء الله موفقين للجميع إن شاء الله.